ما شاء الله ما شاء الله، لا نضفت واشكال هتستوعب اللي هقوله. ركزوا معايا بقى، العمليه الجايه من اخطر العمليات اللي هنقوم بيها في حياتنا. نجحت سافرت القمر وخدتكم معايا. من كتر الفلوس مش هتعرفوا تصرفوها في ايه. فاهمين؟ بصراحه مش فاهمين حاجه. انا كنت متاكد هفهمكم. بقى الجيش الانجليزي الافات مؤلفه في الكنال، وفي بعض موردين الخضار والفاكهه من بتوع الوطنيه وبلادي بلادي رافضين يوردوا لهم التموين. فاحنا بقى عشان عندنا رحمه وانسانيه عكس الناس التانيه اللي ما عندهمش رحمه وانسانيه وعاملين فيها مسلمين، هنكون مكانهم ونحل محلهم. ها سهله ايه؟ بس هنقدر يا عشان التطبيق. اللي خاف يروح. سلامة، عدم المؤاخذة يا معلم يا سيد المعلمين. النتات بيض. عدم المؤاخذة النتات بيه، هو سلامة مندفع كده. اسكت يا جوهري يا فوكاتو. قصدي يا نتات بيه ان البضاعة كده هتبقى كتيرة، يعني بنخم مش محتاجة مفهومية وعايز عربيات وسواقين. مش كده وبس يا ابو دماغ تخين. الطرق كلها متراقبة. متراقبة. فهناخد البضاعة عن طريق الصحراء. عالجبل. جبل؟ يا نهار مدوحش، ده الموت بعينه. الموت بعينه ياض ولا الفقر البوزو؟ مع عدم المؤاخذة معلمنا الطبي، ربنا رزقنا والاشياء ما عدم. صحيح صحيح. شوف يا جوهري، ده الفرق ما بين الكسول والتموح. وانا عشان انسان ديمقراطي هخيركم. اللي عايز يكمل معايا اهلا وسهلا، اللي مش عايز في 60 دقيقة هو حر. انا طموح يا ريس. عايزين التطبيق. انا بحبك يا جوهري. يبقى نقرا الفاتحه.